السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، مرحبا بكم معنا في حصة جديدة ضمن حصص مواد اللغة العربية. دائما مع صديقنا سندباد. ترى إلى أين ستأخذنا ببساطك يا سندباد؟ سيصطحبنا في رحلة جديدة هذه المرة. وأي درس هذه المرة يا سندباد؟ إنه درس من دروس مادة الصرف والتحويل. عنواننا هذه المرة هو الفعل المجرد والفعل المزيد. الهدف من هذه الحصة أبنائي أن تكونوا قادرين على تعرف وتمييز واستعمال الفعل المجرد والفعل المزيد. نتذكر سويا مميزات الفعل أولا. إذن عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، قبل الشروع في التعرف على الدرس دعونا نتذكر سويا مميزات الفعل. إذن بداية، الفعل بماذا يتميز أو كيف أتعرف على أنه فعل ليس اسما وليس حرفا؟ أولا يدل على حدث، على فعل، على حركة. ثانيا يدل على زمن، سواء كان في زمن الماضي أو الحاضر أو الأمر. ثم من مميزات الفعل أيضاً أنه لا يقبل اقترانه بأل للتعريف. وأيضاً لا يقبل التنوين لا رفعاً ولا نصباً ولا جراً. وكمثال على ذلك الفعل رحل، تابع معي جيدا. الفعل رحل يدل على حدث الرحيل أي المغادرة. الفعل رحل أيضا وقع هذا الحدث في زمن الماضي، مضارعه يرحل، وفي زمن الأمر ارحل. إذن الفعل يتميز بالزمن. ثالثا الفعل رحل كما قلنا لا يقبل دخول ال، فلا نستطيع القول ال رحل. رابعا الفعل رحل لا يقبل، قلنا، التنوين، فلا نستطيع القول رحل أو رحلا أو رحل. بهذا نكون قد تذكرنا ما معنى الفعل وما هي مميزات الفعل. سنمر الآن إلى عزل الأفعال في الفقرة التالية بلون مغاير. أنصت جيدا وتابع بعينك. رجع عمر إلى البيت مساء يحمل معه بشرا سارة. خاطب أفراد الأسرة وقال غدا سنعود إلى أرض الوطن. ابتهج أفراد الأسرة وتذكر كل واحد منهم أول رحلة إلى البلد الأم. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، اعزل معي بلون مغاير الأفعال. فكر جيدا ودقق الملاحظة وابحث عن الكلمة التي تدل على زمن، على حدث ووقعت في زمن معين، لا تقبل أل للتعريف ولا تقبل التنوين.
فلنرى الآن. إذن الأفعال الموجودة في هذا النص هي: رجع، يحمل، خاطب، نعود، ابتهج، تذكر. جيد، فنواصل. حاولوا الآن معرفة زمن كل فعل وتحويله إلى زمن الماضي في حالة وجوده مصرفاً، وتحديد نوعه من حيث عدد حروفه. أكيد أننا سنجد ونتوصل إلى ما يلي: الفعل رجع، زمنه الماضي، هو في الماضي رجع، نوعه من حيث عدد الحروف ثلاثي، أي يتكون من ثلاثة أحرف. يحمل، وقع في زمن المضارع، هو في الماضي حمل، وهو ثلاثي. خاطب، زمنه الماضي، هو خاطب، وهو فعل غير ثلاثي. احسب معي: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، هو غير ثلاثي. نعود، في زمن المضارع، هو عاد في زمن الماضي، وهو فعل ثلاثي. ابتهج، وقع في زمن الماضي، هو ابتهج، كما تلاحظون هو فعل غير ثلاثي، فهو يتكون من خمسة أحرف. تذكر، وقع في زمن الماضي، هو تذكر، وهو غير ثلاثي لأنه يتكون من خمسة أحرف أيضا. تابع معي: واحد، الذال والحرف الثاني، الكاف والحرف الثالث، التضعيف فوق الكاف هو كاف أخرى، إذن حرف رابع، والراء حرف الخامس. اكتشفنا إلى حدود الساعة أن الفعل إما ثلاثي أو غير ثلاثي، فما معنى ذلك؟ لنكتشف. لو أخذنا الأفعال الواردة في النص: رجع، حمل، عاد، سنجد أن هذه الأفعال يقال عنها أنها أفعال مجردة، أي كل حروفها أصلية، فلا يمكنني أن أستغني عن حرف واحد من هذه الحروف. فلا أستطيع مثلاً إزالة أو حذف حرف الراء في رجع، وإلا لن يتبقى هناك معنى لهذا الفعل. كذلك حمل، لو أزلت الحاء أو الميم أو اللام فلن يدل على شيء ولن يعطينا نفس المعنى. كذلك عادة، ويمكنني أن أضيف أن الأفعال المجردة لا يمكن أن تكون ثلاثية فقط، فهناك حالات شاذة واحدة فقط، هي أن الفعل المجرد يمكن أن يتكون من أربعة حروف كلها أصلية، وهنا أتحدث عن الأصلية أي بمعنى الجذر، الأصل في الكلمة. مثالنا، دعوني أشرح لكم قليلا. خذوا معي الفعل زلزل. لاحظوا، هذا فعل يتكون من أربعة حروف، فلا أستطيع أن أستغني عن حرف واحد من هذه الحروف. يسمى هذا الفعل بالفعل المضاعف، فمقطعه الأول يتكرر مرتين، فهو فعل مجرد كل حروفه أصلية رغم وجود أربعة حروف. إذن الفعل في اللغة العربية في أصله يتكون من ثلاثة حروف، لكن هناك قاعدة شاذة تجعلنا ندرج الفعل المكون من أربعة حروف أصلية، مثل زلزلة، حصحصة، عسعسة، وكذلك عسكرة
طمأن، شمأز إلى غير ذلك من الأفعال، وهي قليلة جدا. نواصل عزيزي التلميذ. كما قلت أن هذه الأفعال سواء رجع، حمل، عاد أو حتى زلزل فهي أفعال مجردة، أي كل حروفها أصلية. أما الأفعال غير الثلاثية الواردة في النص فنجد خاطب، ابتهج، وتذكر. إذا لاحظتم أن هذه الأفعال تجاوزنا عدد حروفها 3 أحرف. تابعوا معي. هذه الأفعال تسمى أفعال مزيدة. أفعال مزيدة، نعم، أي كانت مجردة ودخلت عليها حروف الزيادة التي نجمعها في عبارة سألتمونيها، أي السين، الهمزة، اللام، التاء، الميم، الواو، النون مع التضعيف، الياء، الهاء والألف، تجمع في كلمة سألتمونيها. وهذه كما قلت تسمى حروف الزيادة. يمكن أن أضيف حرفا واحدا إلى الفعل فيعطينا معنى جديدا، كما يمكن أن أضيف حرفين معا، أو يمكن أن أضيف 3 أحرف دفعة واحدة وهي است. مثالنا رجاء تابعوا معي. حروف الزيادة في هذه الأمثلة خاطب، ابتهج، تذكر. قلنا أن كانت في الأصل أفعالا مجردة، لكن أضفنا إليها أو زدنا عليها حروفا أخرى فأعطت معنى جديدا. ففي الفعل خاطب سنجد الألف حرف زيادة، فأصل الفعل الثلاثي المجرد خاطب بهذا الترتيب. الفعل ابتهج فعل خماسي من حيث عدد الحروف، أي أن الحروف الأصلية في الحقيقة هي الباء والهاء والجيم، فالهمزة الوصلية والتاء حرفان زائدان. الفعل تذكر فعل من حيث عدد حروفه كما تلاحظون يتكون من 5 أحرف، التاء، الذال، الكاف، التضعيف وحرف الراء. فالفعل هذا فعل مزيد لأنه تجاوز 3 أحرف. حروفه الأصلية، أي أن الفعل كان مجردا في البداية وحروفه الأصلية هي الذال والكاف والراء، فحروف الزيادة هي التاء والتضعيف. وكمثال آخر الفعل الثلاثي المجرد في مثالنا قبل، الفعل قبل هو فعل ثلاثي مجرد. لو أردنا أن نجعله مزيدا سنجد عدة اقتراحات وعدة معاني جديدة. فقبل مثلا قبل الرجل الدعوة، بمعنى أن هذا الرجل تلقى دعوة فلم يرفضها بل قبلها. هذا الفعل لو أضفنا عليه حرفا واحدا سيتغير معنى. تابعوا معي. لو أضفنا إليه الألف قابل سيصبح مثلا قابل الرجل صديقه، أي التقى به. أو أضفنا همزة أقبل، أقبل الرجل بشوشا، أي جاء وأتى. ثم لو أضفنا حرفين التاء مع الألف تقابل، تقابل الرجل مع جاره في مباراة ودية. كذلك بحرفين التاء والتضعيف تقبل، تقبل الرجل رأيك بكل بساطة.
وبزيادة 3 أحرف دفعة واحدة، وهي الوحيدة التي نضيفها دفعة واحدة مرة واحدة، هي إس. استقبل مثلا، استقبل الرجل ضيفه بكل حفاوة. لاحظتم أن كلما أضفنا حرفا زائدا أو حرفين أو حتى ثلاثا فالمعنى سيتغير. الاستنتاج: الفعل المجرد هو فعل كل حروفه أصلية، وهو إما يتكون من 3 أحرف أو 4 مثل عاد، وصل، خرج، مد، طمأن، عسكر، زلزل. كما تلاحظون الفعل المجرد يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون معتلا كذلك. الاستنتاج الثاني: الفعل المزيد هو ما زيد على مجرده حرف واحد أو أكثر، أي 2 أو 3، مثل توسل، استخرج، تزلزل، اطمأن، انهزم. عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، بهذا أكون قد أنهيت لكم درس المجرد والمزيد من الأفعال. وللمزيد من التوسع أدعوكم إلى مراجعة موقعنا التالي. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حصة جديدة من حصص مواد اللغة العربية.